اعتقد المصري القديم بوجود قوة حامية مقدسة، وواحد منهم كان قوة باطنة خفية موجود في كل شيء حي، وهو سر الحياة وسماه أمون، يعني الخفي. كتبوا المصري القديم في الكتابات الهيروغليفية من 3 علامات. أول علامة هي على شكل نبات البوس وتتنطق إي، وتاني علامة هي على شكل الشطرنج وتتنطق من، أما تالت علامة على شكل أمواج المياه وهي حرف النون، جت لتأكيد نطق النون في من، وتتنطق الكلمة على بعض إيمن، ومعناها الخفي. وهو ده المقدس أمون اللي تبارك بيه ملوك الأسرة الـ18 في الدولة الحديثة، واهتموا إن يسموا أولادهم باسم مرتبط بيه زي اسم إيمن حتب.